السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي، مرحبا بكم من جديد. معكم المعلمة فاطمة حرويس من ثانوية الكرامة. هنتطرق اليوم إلى شرح الوحدة الرابعة من مقرر اللي هو الأحياء. الوحدة الرابعة والإخراج، اكسريشن. الإخراج هنجو لشنو إن إحنا هنتطرق إلى معنى الإخراج. الإخراج قلنا الجسم هيقوم بعدة طرق، يعني إن نحنا نتخلصوا إخراج، إن نخرجوا أشياء من الجسم معي. عن طريق درسنا في الوحدة السابقة الرئتين، هيتم العملية الإخراجية، ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء عن طريق الرئتين. عن طريق أن نستطيع عملية الإخراج عن طريق الجلد أثناء التعرق، إن نحن هنطلق إلى إخراج اللي هي بعض اللي هي البولينة والماء الزائد عن الجسم. الكبد حتى هو له وظيفة إخراجية اللي هي عن طريق اللي هي العصارة الصفراوية. الكليتين وهو درسنا اليوم إن هو هيقوم بإخراج اللي هو أو تنقية الدم اللي هي أو تعتبر الكلية مصفاة أو يعني من الأجهزة العظيمة في الجسم اللي يقوم بتصفية الدم من البولينة والمواد الضارة النيتروجينية وطرحها خارج الجسم. في مصطلح الإخراج، نحن في الإخراج يعني يفرق هذين بين إن عمليات اللي تتم من عمليات الهدمية والتكسيرية إن هي في الإخراج المواد. عندنا في مصطلح اللي المفهوم إن هو الإخراج يفرق عن المصطلح اللي هو يكرمكم الله التبرز أو التغوط، اللي هو إخراج المواد. هذا المصطلح كإخراج المواد الغير مهضومة في الجسم اللي هي عن طريق التبرز. فبذلك درسنا اليوم هندرس الكلية. الجسم يحتوي على كليتين تقوم كمصفات اللي هي إخراج المواد النيتروجية وتصفيتها عن طريق الكلية وطرحها في هيئة على شكل هو بول إلى خارج الجسم. في بداية الوحدة هنا طرقنا إلى شخص عفاكم الله إنه هو أصيب بأحدى الكليتين، أصيبت أحدى الكليتين فأصبح بكلية واحدة باي إنه هو. بعدها بفترة هو إنه شاب لأنه صغير 30 من عمره، بعد إصابته بالعدوى البكتيرية أصيبت إحدى الكليتين فاشتغلت الثانية، فيعني بكلية واحدة يستطيع الإنسان إنه هو مثلا يعيش. لكن لو أصيبت الكلية الثانية، لو أصيبت الكلية الثانية عند في إنه هو الكلية هي مصفات إن في مواد إخراجية هتضر يعني بالجسم كيف البولينة، هيصير لإنه تسمم وضروري إن هي تشتغل. لما أصيبت الكلية الثانية فاضطر شنو يضطر؟ بيضطر الإنسان إلى عملية، طبعا الطب تقدم في عمليات زرع الكلية، لكن مش من الصعب إن هو هيتحصل بشخص متبرع أو شخص تاني إن هو يقوم بزراعة الكلية. لو تحصل في شخص على زراعة الكلية يصير بتوصيل الشرايين والأوردة بعملية جراحية ويقوم بها تقوم بوظائفها. باي. لو أن الشخص هذا كل ما إنه حدث معه إن هو أصيبت الكليتين، أصيبت الكليتين فاضطر إنه هو إلى عملية نحن نقول له الغسيل الكلوي اللي هي بمصطلح الديلزة اللي هو عملية غسيل الكلوي. فاضطر إن هي يخش في جهاز ويقوم بعملية الغسيل الكلوي، هيحددوا له إنه هو جدول 3
مرات في الأسبوع يقوم بتغسيل، يحطوا الدم يمر عبر جهاز ديلزة، في سائل اللي هو الديلزة اللي هو هيقوم بتصفية وتنقية الدم من المواد الإخراجية اللي لا يستطيع اللي هو الكلية إن هو صار لها فشل، ما عادش تقدر إنها تطرح هذا هي المواد. لكن عليه ان هو هيدير نظام غذائي محدد، ان هو ضروري ان هو يقلل من نسبة البروتين، يعني هيتحدد نسبة البروتين في الاكل من 30 الى 40 جرام هي نسبة البروتين، يعني انها ما تعادل بيضة واحدة صغيرة، يعني ان هو يحدد نسبة البروتين، بالاضافة ان هو في اليوم الواحد، بالاضافة ان الاهم اللي هو هيقلل من معدل الماء، لان نحن كلية الماء الزائد اكثر حاجة هتتخلصوا منه عن طريق البول، فبذلك انه هو هيتخلى هيقلل من عملية الماء، يعني هيتناول الماء بقدر شرب الماء بقدر نصف لتر في اليوم، يعني بربع الكمية اللي يحتاجها الجسم في اليوم الكامل. إن هو لا يستطيع إن هو يأكل الطعام الغنية بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، الفواكه الحمضية أو الموز، القهوة سريعة الذوبان، الفول السوداني، الشوكولاتة، إن هذه إن هو هيكون الأشياء هذه هتضر، فبذلك هيبتعد عنها مع الغسيل الكلوي. وبذلك التزامه بنظام غذائي الصارم 3 مرات أسبوعيا لكي يستطيع البقاء حيا لحين إجراء عملية زرع الكلى، وممكن تفشل الكلى أو الإنسان إنه هو ما ينضمش إنه هو لا سمح الله ممكن إنه هو يفقد تأثر اللي هو الدم. نأمل من المريض أن يتحصل على متبرع يحصل على كلى جديدة. نجو ما الإخراج، ما الإخراج، مفهوم الإخراج قلنا كمفهوم نحن كيف تتم عملية الإخراج، ودرسنا قلنا كجزئية في الجهاز التنفسي. طبعا في التنفس الخلوي، تو نحن تنفس خلوي لداخل الخلايا، عندنا مواد اسم شنو تكسير مواد معقدة إلى مواد أبسط، باهي شو تنطلق عنها؟ تنطلق عنها طاقة. عمليات الكيميائية اللي تكسر المواد المعقدة تكون أقل تعقيداً يطلق عليها اللي هي أنشطة الهدم، يعني إن هي مواد معقدة صار لها تحولت إلى مواد أبسط، فشو صار لها عملية اللي هو الأيض الهدمي أو نقول عليها بعملية أنشطة الهدم اللي صار لها تكسير. باهي التنفس الخلوي يعتبر مثلا التنفس الخلوي ونزع المجموعة الأمينية عندنا في البروتينات، عندنا البروتينز والأحماض الأمينية الأمينو أسيد، إن هن لما ننزع منهن اللي هي مجموعة الأمين اللي هي المجموعة الأمينية لتكون لنا اليوريا في الكبد اللي هي في عملية الأيض الهدمي. باهي عندما تكونت المواد المعقدة تتكون من مواد أبسط وين؟ داخل الخلية. العملية هذه يطلق عليها أنشطة أيض بنائي، يعني مواد أبسط تكونت منها مواد اللي هي معقدة لعملية اللي هي هذه نقول عليها تكونتنا المركبات المعقدة، هتسمى إيش بعملية الأيض، يعني عملية الهدم هي اللي تم فيها تكسير، على عكس عملية الأيض اللي هي عملية البناء اللي تكون داخل الخلية اللي يطلق عليها أنشطة الأيض البنائي وتم فيها بناء المواد المركبة أو المواد المعقدة، يعني المواد المعقدة تم تكوينها في البناء الأيضي داخل الخلية ويتم تكسيرها في أثناء عملية التنفس. ليش؟ لأن تكون مواد أبسط، لأن نحن محتاجين إلى الطاقة بعدين إن نحن نستخدمها. البروتوبلازم الجديد من الأحماض الأمينية، يعني البروتوبلازم يتكون من الأمينو أسيد أو الأحماض الأمينية، تحويل الجليكوز الى جليكوجين، بالجليكوز الى جليكوجين منين فيش يتحول في الكبد والعضلات، يعني عمليه الجليكوز والجليكوجين في الكبد والعضلات.
عملية البناء الضوئي، وين تتم عملية البناء الضوئي؟ هتتم في النبات، من أمثلتها الأيض البنائي، تحدث تلك التغيرات الكيميائية بصفة مستمرة وين في الكائنات الحية. يعني محصلة جميع الأنشطة اللي في داخل الكائن الحي، الأنشطة هذه تسمى بعملية الأيض. يعني الأيض البنائي والأيض الهدمي هذوما اثنين تتم عملية تسمى عملية الأيض. تشير عملية الأيض إلى جميع العمليات الكيميائية سواء الهدمية أو البنائية اللي تحدث في خلايا الكائن الحي. يعني كائن حي، كائن يتنفس، ينتج في طاقة، يأخذ في أكسجين، يستهلك تاني أكسجين، هنقول عليه كائن حي. هتقوم عمليات البناء، عملية البناء اللي تقوم في الكائن أو عملية اللي هي تكسير المواد المعقدة إلى أبسط، هذه سواء بناء ولا هدم هنقول عليها عملية اللي هي الأيض. ينتج من عمليات الأيض مواد قد تكون ضارة إذا سمح لها بالتجمع، بالتالي يجب التخلص منها. توجه هنا نقطة الإخراج، ليش؟ لأن توا عملية البناء وعملية هذا في مواد نحن نستفيد منها نحصل عليها على طاقة، لكن في مواد ضارة خلاص تمت العملية. إنه نحن الجسم الإنسان ضروري إنه هو أو الكائن الحي ضروري إنه هو يتخلص منها، بالتالي يجب ان هي التخلص منها او ترسيبها على شكل مواد غير ضاره وغير قابله للذوبان. شو تحولها على شكل مواد تكون غير ضاره او مواد غير قابله للذوبان كما يحدث في النبات او الحيوانات. باهي نجو لتعريف. شنو التعريف العلمي بمعنى الاخراج؟ الاخراج هو العمليه اللي يتخلص فيها جسم الكائن من الفضلات الأيضية والمواد السامة. يعني عملية الإخراج يتخلص الجسم من الكائن الحي من الفضلات اللي تمت عن طريق عمليات الأيض والمواد السامة. في آليات إخراج عديدة اللي هي في المملكة الحيوانية، ومعظم الكائنات وحيدة الخلية اللي هي نحن في كائنات وحيدة الخلية كل ما نقوله إن هي عن طريق الغشاء متاعها، إن هي سواء إن هي عن طريق الانتشار هتتخلص من مواد الإخراجية، على عكس الحيوانات الأكبر أو الكائنات اللي هي الكائنات مثل الكائنات الحيوانية أو الإنسان، إنه هو عن طريق الجسم ما في أشياء ما تصبحش إن هي يعوق أو إن هي في النفات، فيحتاج إلى أعضاء إخراج خاصة مش يتم بإخراج المواد الإخراجية. وهنا اتطرق إلى عملية اللي هي التغوط اللي هي أو التبرز اللي هي كيف يتخلصوا من مواد اللي هي تفرق الغير مهضومة في القناة الهضمية من ولا تتكون من مواد داخل الخلايا، يعني إن هي مش هتتكون من مواد اللي خرجت من داخل الخلايا. نجو للإخراج في الثدييات مثل الإنسان. الإخراج قلنا طرقنا إليها الكبد، الرئتين، وهذين طرقنا إلى دراستهم. أما الكليتين هندرسون اليوم في الوحدة الرابعة، بينما الجلد إن شاء الله في الوحدة الخامسة هنتطرق إليها في عملية الجلد دراستها بتركيبها والعمليات الإخراجية اللي تقوم به. هيكون هو موضوعنا عن الجهاز البولي في الثدييات. الجهاز البولي في الثدييات اللي هو يتكون أول أساسيات اللي هي الكليتين، الحالبين، المثانة البولية ومجرى البول. عندنا هنا المجسم، مجسم توضيحي، إن هذا نقوله إنه هو الجهاز البولي. مما يتكون؟ يتكون من الكليتين، يتكون من الكليتين، الحالبين، منطقة السرة، هذا الحالبان و المثانة، هي اتصلان الحالبان بالمثانة البولية. هنا مقحة في أسفل البطن، تمام.
هنا عندنا يتكون الجهاز البولي من الكليتين، الكليتين ويخرج منهما الأنبوبتين اللي هما الحالبان، هي توصلان بالمثانة البولية. نجو الكليتين، هنلاحظ الكلية اليسرى أعلى قليلا من الكلية اليمنى، يعني ان هو تطرقنا الى مما تكون الجهاز البولي. باهي هنجو ان نحن موقع وين هيكون الكليتين، هتكون في الثلث الاخير من البطن او في الجهه اللي هي الخلفيه الظهريه على جانبي هذا العمود الفقري، طبعا في المنتصف على جانبي العمود الفقري. هتكون جهة اللي هو الكلية المقعرة ان هي مقابلة لجهة العمود الفقري. الكليتين هتكون انها مغلفة بكتلة من الدهن في التجويف البطني، وان هي مغلفة بكتلة من الدهن. الكلية اليسرى هتكون أعلى قليلا من الكلية اليمنى، في أعلى وجاية في منطقة الخصر، هذه منطقة الخصر، يقول لك أعلى منطقة الخصر، هذه الكليتين في أعلى منطقة الخصر، هذا في التجويف البطني. بالنسبة هذا الكليتين هتخرج من منطقة السرة، هنلاحظ الحالبين لما ينزوا انهم على طول هيتصلوا بالمثانة البولية. المثانة البولية عبارة عن كيس عضلي مرن متصل بالحالبين، هو بالأيمن بالكلية اليمنى والكلية اليسرى، هيكون وهو موجود في أسفل البطن اللي هو أمام في الجهة السفلى أسفل اللي هي جهة البطن. الكلية في الثدييات سواء الإنسان أو الأرنب قال لك على شكل حبة الفاصوليا، هذه الكلية هنلقوها مثلا هنا شاهدناها في الشكل متاعها تشبيه لها إن على شكل حبة الفاصوليا. عادة محاطة قلنا بكتلة من الدهن، وهنا لو ان نحن نلاحظوها في الجنب هتلاحظوا الطبقة الدهنية اللي هي في تجويف، ان نلقوها الكلية محاطة بطبقة من الدهن، وهنا نلقو في منطقة هنا اللي هي السرة اللي هي الأوعية الشرايين والأوردة، طبعا عندنا الشريان الكلوي والوريد الكلوي بالإضافة إلى الأعصاب الكلوية، وهنقوم نطرق إن شاء الله بدراستها. تلتصق الكليتين بجدار ظهر الجسم، وكل واحدة منهما على جانبي العمود الفقري. توجد الكليتين فوق الخصر، وتكون الكلية اليسرى أعلى قليلا من الكلية اليسرى أعلى من الكلية اليمنى بقليل، يعني مش أعلى منها بقليل. يوجد السطح المقعر لكل كلية من الكليتين في العمود الفقري، توجد في مركز هذا السطح اللي هو الميزاب أو السرة اللي يكون متصل بالشريان الكلوي أو الوريد، هذه هي منطقة السرة، منطقة السرة اللي هي هتكون متصلة بالشريان والوريد والعصب اللي وصل للكلية، والمنطقة اللي يخرج منها الحالب اللي هو أنبوبة هذه الضيقة اسمها اللي هي توصل لنا بعدين ناتج اللي هو تصفية البول من الكلية، هيوصل الحالبان البول إلى المثانة البولية ليتم طرده خارج الجسم. تخرج من السرة أنبوبة ضيقة تسمى الحالب، تتجه لأسفل تتصل بالسطح الظهري للمثانة البولية، ويمر البول من كل كلية خلال الحالب، يعني كل كلية هيمر خلال الحالب البول منها عندما يصل إلى المثانة البولية. المثانة البولية عبارة عن كيس عضلي مرن في الجهة البطنية للمستقيم يخزن البول، يعني ان جو هذه المثانة البولية متصلة المثانة البولية بالحالبان، وعبارة عن كيس عضلي يقوم بتخزين البول.
بهي تنبسط العضلة العاصرة. طبعا في عضلة عاصلة لما يقوم بامتلاء المثانة البولية بالبول ان هي تسمح بمرور البول خارج جسم الانسان. هنا كأنه أعطينا قطاع طولي للكلية، وهنا الرسمة اللي موضحة في الكتاب المدرسي. هنلاحظوا الكليتين، عندنا الكلية أنها موجودة أعلى منطقة الخصر، تكون أعلى منطقة الخصر اللي هو الجهاز اللي هو البول، يتكون من الكليتين، الحالبين، المثانة البولية وقناة مجرى البول. الكليتين، الكلية اليسرى أعلى قليلا من الكلية اليمنى. هنلاحظوا منطقة السرة اللي من هنا اللي هي هتخرج منها، تدخل لها اللي هو الدم عن طريق الشريان اللي تم تصفيته، وبعدين تخرج اللي هو عن طريق الأوردة طبعا، وإن هو الأنبوبة الرقيقة اللي هو الأنبوبة الحالب، أو أن الحالبان اللي هيتصلن بالمثانة البولية. عندنا في هذا الشكل قطاع طولي في الكلية. لما ندرس نحن الكلية مما تتكون، الكلية أول حاجة من الغلاف الخارجي. الغلاف الخارجي وهو لونه أحمر اللي هي منطقة القشرة، أو مفهوم من هنا أفضل. المنطقة النخاع اللي هي هتكون من الداخل اللي هي أسمك منها وأفتح في اللون، يعني هتكون من غلافين أساسيين. الغلاف الخارجي اللون أحمر قاتم يسمى بالقشرة، والداخلي الغلاف الداخلي يكون أكثر سمكا ويقوم اللي هو لون أحمر فاتح، والمنطقة هذه كلها يطلق عليها بالنخاع. هنلاحظ في النخاع في أشكال اللي هي على شكل مخروطية أو إهرامية، توجد من 12 إلى 16 تركيب، يعني في كل كلية العدد محدد ما بين 12 إلى 16 تركيب مخروطي توجد في منطقة النخاع. نلقوها أن هي متجهة في فراغ يشبه القمع، هذا هو يقولوا عليه حوض، يسمى بحوض الكلية. تمام. ومن الكلية اللي هي هتكون ان هو مجموعة من الاهرامات هذين او التراكيب هذين اللي يكون بطرح اللي هو بعد تنقية اللي هو يمر من خلاله الدم، هيقوم يصب وين؟ هيصب في منطقة حوض الكلية، وبعدين الى ينتقل الى الحالب. الحوض الكلوي هو الجزء المتسع من الحالب داخل الكلية، وهرمات النخاع بها أشرطة شعاعية لتكون عدد كبير من الأنيبات البولية أو النفرونات. يعني نحن الجزء المتسع هذا حوض الكلية هو جزء متسع، بعدين يضيق يعني هتكون الأنبوبة ضيقة في الحالب. هنلاحظوا في الاهرامات هذين مجموعة من النفرونات، يعني ما تقدر إلى مليون نفرون في كل كلية، يعني عندي مليون في الكلية اليمنى ومليون نفرون في الكلية اليسرى. ان هن هذين هيقومان شنو بعملية اللي هي تصفية الدم. يعني هنا يوريك النفرون، احد النفرونات هذا باي ومتصل بالانبوبة الجامعة اللي هي وين تقع في ما بين منطقة في منطقة النخاع. هنجو لتركيب طبعا عندنا هنا هذه الكلية. لو نجو من هذا، هذا اللون الأحمر الغامق منطقة القشرة، هذه كتركيب قطاع عرضي في الكلية. هنلاحظ منطقة اللي هي القشرة الخارجية، تليها هذه منطقة النخاع، منطقة النخاع باهي. منطقة النخاع اللي هي هتحتوي اللي هي على أشكال اللي هي الإهرامية الشكل أو مخروطية، اللي هنا من 12 عددها من 12 إلى 16 مخروط، كلها هتفتح وين؟ في منطقة حوض اللي هي القمع هذا في حوض الكلية. يعني إنه هو بعد إنه هو الدم إنه هو يتم تصفيته هتصب وين؟ في منطقة حوض الكلية، بعدين من السرة وتخرج إلى الحالب.
تمام. عندنا هنا المخروط، لو خدنا شكل من هنا المخروط هتساوي الى عدد كبير من النفرونات أذينا، اللي هي هندرس هناخذ قطاع منهم واحده من الهرم من هذه النفرونات اللي تتصل بها ايش؟ هتتصل بها شبكه من شنو؟ الشعيرات الدمويه. شفت هنا الشريان كيف داخل، هيتصل يدخل في منطقه النخاع ان هو يتفرع، بعدين يتم التصفيه ويخرج عن طريق اللي هو الوريد. هنا حتى هو كقطاع لواحد، شوف ملايين النفرونات هذينا، هذا النفرون. كيف ان هو هندرس تركيبه اوضح، ان هو النفرون وتركيب واحد من النفرونات. تركيب الأميبا الكلوية أو النفرون. النفرون اللي فيها في القشرة كتركيب يشبه الفنجان، يسمى المحفظة الكلوية أو محفظة بومان، تتصل بأنابيب قصيرة ملتفة يلتف حول نفسها قبل استقامتها عند مرورها بالنخاع. تلتوي الأميبا هذه على شكل حرف يو وين؟ في منطقة النخاع داخل القشرة، حيث تلتف مرة ثانية ثم تفتح بعد ذلك في أنبوبة جامعة خلال النخاع إلى أن تفتح في الحوض الكلوي. يسمى جزء الأميبة الذي يشكل حرف يو بثنية هنلي، يعني على شكل حرف يو بالنسبة إلى العالم اللي اكتشفها اسمه هنلي. طبعا هنجو للرسمة نطلقوا هذا جزء في الكلية، اللي هو واخدنا جزء من الكلية يوضح هنا. لو خذينا شكل مخروطي قطاع هذه الكلية، خذينا شكل مخروطي نبي نشوف النفرونات اللي موجودة داخل وين؟ داخل منطقة النخاع في القشرة. هنشوفه هذه منطقة اللي هي القشرة، هذه تخصص منطقة القشرة، وهنا منطقة اللي هي اللي فيها الإهرامات أو شكل المخروطي اللي هي منطقة النخاع. هنشوف فرع من الشريان اللي هو الكلوي، طبعا الشريان الكلوي اللي يدخل الرئة، هذا كيف إنه يتفرع بعدين إلى الشرينيات اللي هي هتوزع على النفرونات. تمام، هذا بالنسبة هنا حوض الكلية اللي يتم التصفية. هنا عندنا القناة اللي هي الثنية، هيبدأ لو إن أخذنا هذه مجموعة من النفرونات هنلاحظ هذا. تمام، هنا النفرون متصل بهذه النفرونات مجموعة تتصل بالأنبوبة اللي هي قناة جامعة. شو من اسمها قناة جامعة؟ يعني إنها جامعة مجموعة النفرونات اللي تم فيها التصفية، هذه هتتجمع في أنبوبة تسمى الأنبوبة اللي هي أو القناة الجامعة. هنا نفرون هيصب في هنا نفرون هيصب في القناة الجامعة، عندنا مجموعة من النفرونات. باي لما نتطرق نحن في الرسمة اللي بعدها إن هناخده جزء اللي هو هذا، هناخده نفرون واحدة وهندرس التركيب امتاعها. لو ان اخذنا هذه النفرون واحدة منها من الانابيب ودرسنا عليها تركيب اللي هو النفرون مع مصدر الدم لدي، طبعا هذا الشريان اللي بيدخل كذا. اول ما نجي ان هو النفرون يطمن المحفظه اللي هي محفظه تسمى اللي هو على شكل فنجان او ممكن كيف المفتاح يعني اللي يستخدموا فيها في الفتح وكذا، هذا نسموه محفظه بومان. محفظه بومان هتتصل بها قريبه منها انبوبه هذه كثيره الالتواءات قريبه منها، فسموها الانابيب الملتف القريب الاول او الانبوبه اللي هي الملتفه القريبه. باهي بعدين عندنا أنبوبة بعيدة عنها تجيها هيك في مسافة بينها بعدها، هي الأنبوبة الملتفة البعيدة، يعني الأنابيب الملتف الأول القريب الأنابيب الملتف البعيد. باهي بين هذين متصلات ثانية سموها الثانية، هذه خذوها على اسمها سموها ثانية،
ونسبة للعالم اللي اكتشفها هنلي فسمى بثانية هنلي نسبة إلى العالم فسموها هذه ثانية هنلي اللي تربط بين الأنبوبة المتف القريب الأول والأنبوب المتف القريب الثاني. بعدها وين هتمر؟ هتمر وين؟ هتمر في الأنبوبة اللي هو وين؟ في القناة الجامعة. طبعا انتبهوا، هنا منطقة القشرة، هنا منطقة النخاع. هنلاحظوا وين دخلت الأنبوب الثانية هنل، اللفة اللي الثانية متاع أنبوبة هنل على شكل حرف يو، مرت كانت من القشرة مرت داخل النخاع وبعدين اتصلت بالأنيب اللي هو بالقناة الجامعة اللي هي قناة الجامعة اللي هي تجمع مجموعة. يعني عندي هنا نفرون حتى هو يصب في القناة الجامعة، عندي من هنا نفرون، هنا نفرون، من هنا نفرون، هتم جمع هذه المجموعة مع بعضها فبذلك سمي بالقناة الجامعة. تمام. عندنا فرع الشريان، طبعا فرع الشريان هيكون من الوارد اللي هو الجاي، وعندنا هنا الشريان الصادر اللي هو طالع من باي. من الشريان هذا هيكون لنا هذه المحفظة الكلوية او نقول عليها محفظة كلوية او محفظة بومان، حتى هي نسبة الى العالم اللي اكتشفها باهي. هنا عندنا الكبيبة، جاية الشعيرات هنا الشرايين على شكل كبيبة كيف الكبة هنا باهي. هنا المحفظة الكلوية هذه نقول على هذه كبيبة، لكن مع بعضها هتسمى كرية ملبيجي، هتسمى كرية ملبيجي لاكتشافها إلى العالم ملبيجي. تمام. فهنا هنقول من جديد اللي هي هتكون المنطقة هذه المحفظة الكلوية تحتوي على الكبيبة أو الجمع في اللي سميها اللي هي لها اسمين، يا كبيبة يا الجمع، مع بعضهن هتكون اللي هي كرية اللي هي ملبيجي. تمام. هنلاحظوا الدم كما انه هو اول ما يدخل، يدخل من هنا هيتم التصفية محيطة بها بالشعيرات أرق، بعدين هنا الدخول اللي هي هنزسوها، وبعدين ان الدم لما يقوم اول ما بتقوم بتصفيته هنا المنطقه اللي تقوم بتصفيه او مجيء الدم مش يتخلص لنا من البولينة والفضلات النيتروجينيه، لكن الدم مش هيمر منا لا كريات الدم خلايا الدم ولا البروتينات، هيسم ان هو هيمر تمام مش يتم في تصفيته او ان هو تنقيته الدم، وبعدين ما يتم هيخرج عن طريق اللي هو طبعا اللي هو فرع من اللي هو الوريد اللي هو الكلوي. هذا بالنسبة كالنفرون كامل. نجي لكرية ملبيجي. كرية ملبيجي طبعا قلنا هذه مع بعضها تسمى كرية ملبيجي، هذه كرية ملبيجي. جينا كرية ملبيجي، هنلاحظوا للشريان هيكون أوسع بعدين يلتف هيطلع منا يلتف هيكون أضيق. تمام. وهذه المحفظة الكلوية، وهنا يقوم الترشيح الدم اللي هو المواد الإخراجية اللي بنطردوها اللي بيها توصل لحوض الكلية اللي هي هيقوم الترشيح من هذه المنطقة. يعني لما أنك أنت في الرسم تحدي النفرون هذه هي الأنبوبة كاملة. لما يقول لك تركيب كرية ملبيجي، كرية ملبيجي عبارة عن اللي هي الكبيبة اللي هي مع الجمع أو الكبيبة أو الجمع مع محفظة الكلوية مع بعضها تسمى كرية ملبيجي. يدخل الدم للكلية عن طريق شريان كلوي، يتفرع إلى عدد كبير من الأفرع، كل فرع في تلك الأفرع إلى كتلة من الشعيرات الدموية وين في المحفظة الكلوية، يطلق على الشعيرات الدموية هذين الكبيبة أو الجمع، يعني تفرعت هذه إلى أفرع للشعيرات الدموية قلنا هتكمل في اللي هي هتسمى اللي هي الكبيبة أو الجمع، يطلق على المحفظة مع الكبيبة الجمع. مصطلح كرية كلوية أو كرية ملبيجي، الدم اللي يخرج من الكبيبة وين يدخل في الشعيرات الدموية المحيطة بالأنيبيبة وتتحد الشعيرات مكونة مع بعضها، قلنا الشعيرات المتفرعة هتتحد مع بعضها وتقوم ب
الشعيرات هذين اللي تفرعت وطلعت هتتحد مع بعضها شفتوا اتجاه الأسهم وتخرج من فرع الوريد الكلوي. نشوف بوظائف الكليتين، شنو وظيفة الكليتين؟ أول حاجة الكليتين هما عضوان وظيفتهما الإخراج، تمام، بصفة رتية، شنو يخرجوا المفضلات النيتروجينية الضارة اللي هي البولينة اللي تطرح في البول، والمياه الزائدة، لو أن نحن مياه زائدة، لو أن الإنسان شرب مية بكمية زائدة عن الحاجة اللي يحتاجها الجسم هيقوم بطردها عن طريق اللي هي مع الأملاح المعدنية والفضلات عن طريق الكليتين على شكل بول، يعني نفس الكمية اللي بيشربها الإنسان إن هي جسم ياخذ المحتاج منها هتكون نفس كمية المية اللي تطرح من جسم الإنسان. عندها تحافظ على الأسر الهيدروجيني البي اتش اللي هو الأسر الهيدروجيني تركيب بلازما الدم عن طريق إعادة الامتصاص الانتقائي للمواد المفيدة، يعني يتم الامتصاص اللي هو ترشيح صح المواد النيتروجينية ويتم امتصاص المواد المفيدة عن طريق النفرون. عندنا النقطة الثالثة تنظم الكليتين توازن الماء والأملاح، طبعا عندنا الأملاح وإنها ترسب وأكثر تأثير هي الأملاح في سوائل الجسم، شو تقوم لتكون نسبة الأملاح عالية هتكون بتنظيمها، في حالة ثبات الشروط الأخرى تؤدي زيادة كمية الطعام السائل إلى زيادة شنو الطعام اللي هو السائل زيادة معدل التنفس الخلوي أو انخفاض إفراز الجلد للعرق، يعني إن في كمية زايدة على العرق نحن نفرزه كمية من الماء خارج الجسم. باي لو ان كميه الماء هذه زائده وما تخرجتش عن طريق العرق تخرج عن طريق الكليتين، عند انخفاض كميه الطعام السائل الى داخل الى الجسم او عند فقدان كميات كبيره من العرق تتخلص الكليتين من كميه ماء اقل مما يؤدي الى اعاده امتصاص كميه اكبر من الماء في مجرى الدم، مش تحافظ على المستوى العادي لماء في الجسم. طبعا عندنا التحكم في ضغط الدم اللي هي تعمل الكلية على إزالة مخلفات طبعا الأيض والتحكم في مستوى الماء والأملاح الدائبة في الدم، يعني لها دور أساسي في التحكم في حجم الدم وضغط الدم، يعني الأملاح الزائدة عن ضغط الدم إن هي تكون ب طبعا في هذا عنده يوضح الجهاز اللي هو قياس اللي هو ضغط الدم اللي هي لتجنب يعني ان هو لو ضغط الدم والشرايين صار ضغط ونسبة الأملاح عالية وصار ضيق في الشرايين هيصير ضغط عليهم مسبب شنو انفجار الوعاء الدموي فيؤثر على الدماغ وبذلك فيؤثر الى سكتة دماغية. هنطرقوا الى عملية عندنا الفشل الكلوي. الفشل الكلوي عفانا الله ان هي فشل كلوي ان الكليتين تم معش قوم بوظائفهما، يعني الاميبيات اللي قوم بطرح الاميبيات اللي قوم بطرح اللي هن الفضلات النيتروجينيه معش تم تشغل فتم ان هو هيصير الدم بتسمم بالبولينه الفضلات النيتروجينيه، فلابد ان نحن هنطاق وقلنا لعمليه الديلزه. عمليه الديلزه اللي هي عمليه هتقوم اللي هي بتنقيط اللي هي الدم. باهي المريض لما يكون عنده فشل كلوي شو بيصير ان الكليتين لا تعملان فيضطر ان هو بيدير عمليه الديلزه الى عمليه الغسيل الكلوي. جهاز الغسيل الكلوي شنو بيصير ان نحن هناخدو المريض هيكون اتصال شريان، عندنا الرسمه هذه موضحه اكثر، عندنا كيف يقوم عمليه الديلزه او غسيل الكلى اللي هو هنا عندنا الشريان هيوصلوا انبوب بالشريان، الشريان هذا هيكون بتوصيله بجهاز، الجهاز هذا في محلول يعني محلول خاص اللي هو سائل خاص بعمليه اللي هو في سائل اللي يسمى سائل الديلزه اللي يقوم بتصفيه اللي هي المواد النيتروجينيه او الاخراجيه اللي موجوده في الجسم، ويكون ان هو مثلا
مثلا لو ممكن يد هذه واخدين منها شريان متصل بانبوب ياخذوا منه الدم يتصل بالجهاز هيتصلوا باليد الثانيه بالوريد. يعني واحد انه هو ناخذ الدم من الشريان هيمر في الجهاز وينتهي بالوريد. يعني هنا هيوضح الشريان كيف يمر في الجهاز المحتوي على انابيب اللي يكون في تصفيه الفضلات البولينه والنواتج اللي هي الاخراجيه تكون غسل المحلول. وممكن ان في نسبه من الاملاح ذلك بعض من الاملاح في المحلول لما يتم الامتصاص ان هي ممكن الجسم يكون ناقصه بعض الاملاح اللي هو الغسيل اللي هو هيتم للدم هيرجع من جديد الى الوريد. طبعا هيكون المحلول هنا الديلاسي خاص تو نحن الدم جاي غني فيه انه هو مش مصفى في فضلات نيتروجينيه بولينه يعني التركيز نتاعها عالي هيكون نسبه اللي هو السائل هنا هيكون اقل يعني سائل مصفى خاص يوضع فبطريقه الانتشار انه هو هيقعد انه هو هيتصفى المواد النيتروجينيه او البول الموجود داخل الجهاز ويكون عكس تدفق الدم في الجهاز يكون في اتجاه عكسي. باهي هنجول هنا نسينا نقطه ولا حاجه املاح اللي هو سائل الديلازه محلول الغسيل الكلوي اللي هو يحتوي على كميه من املاح يحتاجها الجسم يعني السائل هذا فيه كميه املاح يحتاجها الجسم. عدم انتشار الاملاح خارج الدم الى داخل محلول الغسيل وعلاوه الى ذلك اذا كانت الاملاح غير موجوده في الدم فسوف تنتشر داخل الدم. لو في نسبه الاملاح الدم هو خارج نسبه املاح اقل فتوازن انه هو يطلع مع نسبه من الاملاح خلال هي انابيب الغسيل اللي هي تكون انابيب ضيقه وطويله ملتفه على بعضها يعني ان هي ملتفه لو قلنا نفردوها هتزيد مساحه السطح نتاع مساحه السطح الى الحجم. يحافظ تدرج الانتشار على شنو تدرج انتشار يعني جايه نسبه اقل من الدم محمل به فضلات ونيتروجينيه اخراجيه نسبه هتكون نسبه السائل اقل فالانتشار هذا يساعد على عمليه في عمليه الانتشار في الديلازه وبذلك هيتصل بالجزء اللي هو المرشح في الوريد في ذراع المريض وذلك قال لك ان هو المريض يحتوي الى مرتين الى ثلاثه ضروري من اسبوعين يعني ان هو في الاسبوع من ان هو يتم بتغيير اللي هي الدم. طبعا طرقنا اليها تحتوي كل على مليون نفرون وهي عباره عن اميبيبات محاطه بالاوعيه الدمويه. هنجوم للخلاصة الإخراج التخلص من فضلات الأيض المواد السامة تمام. هنجوم لأعضاء الإخراج قلنا الكليتين تخرج تنشر المواد الضارة مثل البولينا حمض البوليك والكرياتين. عندنا الرئتين تخرج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. الجلد في التعرق ويحتوي على مواد ضارة والكبد اللي هو عن طريق اللي هو الصفراء عن طريق اللي هو الصفراء اللي في الأمعاء اللي هتصب في الأمعاء. بالنسبة للوظائف الأخرى بالنسبة للكليتين هتكون فيها وظائفها تنظيم اسموزي أس هيدروجيني تنظم اللي هي تركيب اللي هي موجودة في البلازما الدم. الرئتين امتصاص تبادل غازات امتصاص اكسجين تخلصوا من ثاني اكسيد الكربون. الجلد اللي هو هنطرقه حتى هو في دراسته في الوحده القادمه تنظيم درجه حراره الجسم حمايه من الاصابات الميكانيكيه والاشعه فوق بنفسجيه للشمس ومهاجمه البكتيريا. عندنا في نقطه هنا اخيره هذا الجهاز المجسات الحيوية. طبعا عندنا المجس الحيوي اللي يستخدم في قياس مستوى تركيز الجلوكوز في الدم اللي هو فيه مجسات اللي هو جهاز مش يقيس لنا نسبة السكر. طبعا السكر نقدر نحن نقيسه عن طريق البول او عن طريق الدم.
تمام، مش نعرف نسبة الجليكوز في الدم. الجهاز يحتوي على هذا مجسات في البول أو الدم لتزويد بمعلومات اللي هي كافية للعمليات الأيضية على مستوى إن نحن نقيس فيه شنو سلامة الجسم. الجهاز هذا يحتوي على مجس، يحتوي على إنزيمات ثابتة، لما تلمس المادة نحط فيه المادة المراد نحن نقيسوها التفاعل مع الإنزيمات يعطي إشارة كهربائية يدل حجمها على التركيز، وبذلك يستخدم الجهاز هذا في قياس نسبة الجليكوز في الدم. بذلك طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي قد أكملنا وحدة الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.